متابعي موقع طنجاو الأوفية، السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم الجديد باسيو مع أيو. وباسيو ديالنا ديال اليوم غيكون في واحد الموطع اللي كاين في طنجة واللي ما كيعرفوش بزاف ديال طنجة. وباسيو ديالنا ديال اليوم غيكون في مزرعة البيداغوجية ديال دارنا. ما نطولش عليكم، خليكم معنا باش نكتشفوا كامل هذا الموطع اللي واعر بزاف. بين احسن مواطع اللي كاينه في بلاصه ديال دارنا هي هاد الترامبيه اللي كتشوفوا، كانت ترامبيه قديمه وعملوا فيها كتبه، مستحيل تجينا هاد البلاصه هادي وما تصورش. يلا خليكم معنا باش نشوفوا الترامبيه كامله كيفاش عامله. المزرعه البيداغوجيه هي واحد المحيط اللي بحال اللي كتشوفوه اللي كيسمح للاطفال ولا ديك الشباب اللي كيجيو من القرى انهم يتكونوا في مجال ديال الليفاج لتربيه الحيوانات في الفلاحه في البيبينيير، وانهم يتحماو من الشارع باش يمكننا من بعد نعاودوا انتغريوهم في المحيط اللي هما كيجيو منه، يعني يرجعوا للباديه ويديفلوبيو الفلاحه والليفاج وداك الشيء في الباديه. الغايه ديالو شنو هو؟ هو اننا نعمل واحد الفضاء بحال هكذا اللي كتشوفوه، اخضر، فيه دي شوز بيداغوجيك، فيه دي زيكسبيريونس ان بو اونيك بحال لا بيرماكولتور، ان بو ليو بوس دو زوندوا ان بو بيزار سي اون بو دير دي لا كرياسيون. داكشي علاش الغايه منه هو اننا باش نسونسيبيليزيو لي زابيتون ولا الساكنه ديال طنجه، وان يكون واحد المتنفس في ان الاسر يقدروا يجيبوا وليداتهم. وهذا البروجي اجوردي هو مجرين هذا الطرف هذ الاطفال اللي هما في وضعيه اونتر غيمي اللي هي صعبه، وان اترافيغ هذ لي زاكتيفيتي ولا لي زونتري سوليدير اللي كنسميوها، سافي دير يمكن لك تدخل تجي مزرعه دارنا تشرب تقطع ان تيكي لونتري 15 درهم، ولكن يمكن لك تشرى فيه كاس اتاي وميم طون كتكون عملتي ان جيست ديال لا سوليداريتي. الصراحه اش غنقول لك، سبق لي ديجا جيت لهاد المكان هذا، كنت كنجي فقط من اجل يعني النزهه فقط، لكن اليوم جينا عندنا واحد المناسبه خاصه هي الاحتفال بعيد ميلاد ديال الاخت ديالي، قررنا اننا نجيو لهنا على حساب اتساع بالنسبه للعواول كيعجبهم اتساع، كيعجبهم يعني كيعجبهمش يكونوا مقيدين، دونك جينا نحتفلوا هنايا. صراحه من بين الاماكن ومن بين يعني الا بغينا نقولوا المنتزهات اللي كتعجبني بزاف هنايا في مدينه طنجه، صراحه فيها مرافق كثيره متعدده، يعني من بين الحاجات اللي اثاروا الانتباه ديالي هنايا صراحه هاد لا بيبليوتيك هادي فريمون عجبتني بزاف. الديكور جا على شكل باص هكذا بالنسبه اللي كيبغي يجلس تما مثلا المحبي القراءه الناس اللي كتبغي تثقف راسها، الديكور ولا اروع. كذلك صراحه عندهم ديك الدواجن مربيين هنايا، عندهم البط وقيله وعندهم حتى الدجاج، عندهم يعني بحال هاد المنظر اللي كتشوفوه هنايا معايا، عندهم ديك الفران التقليدي. ومن الطبع ديالي انا كتعجبني الحاجه بلديه، الحاجه طبيعيه كتعجبني بزاف صراحه. واحد المنتزه اولا واحد المقهى صراحه جمعت ما بين كل شيء. بالنسبه ل 15 درهم مثلا الدخله في النظر ديالك مناسبه مقارنه مع شنو كاين في المتناول؟ وباش نوصلوا شي شويش يلا معنا نسمعوا شي شويش دقناوه. يلا فحمد Thank you.
وحتى هنايا كيكون حتى لا باسيو ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايو جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وباسيو جديد. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.